تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من وثائقيات سيلفي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد. فيلم جيت أب أحد أجمل الأفلام في عام 2017، وبالتأكيد هاي القناة رياضية ما إلها بالأفلام، لكن بحكي لكم عنها عشان مقطع مهم على الرياضة مش كثير منتشر في عالمنا العربي لكن إلها قصة خاصة. Jiu-jitsu is your strength doesn't matter, right? It's all about this. It's a strategic game like chess. فيلم مهم ومقطع مهم لأنه في الجوجيتسو فعلا المسألة بالعقل، لذلك تسمى الشطرنج البشرية. رياضة تعتمد أكثر على توقع الخطوات المقبلة، من يشاهدها بيفكرها بدنية بس، لكن اللي بيمارسها وبيفهمها بيدرك إنها شطرنج. ولو سألت أي مواطن عربي عن الرياضة الشعبية الأولى عنده أكيد الجواب كرة القدم، لكن لو سألته عن الرياضة الثانية الجواب بيختلف بين دولنا بس مش كثير. البعض ممكن يقول كرة السلة، وآخرين ممكن يحكوا لك كرة اليد، لكن مواطن عربي وحيد حيقول الجيوجيتسو. طبعا الجيوجيتسو هو المواطن الإماراتي. فكيف قدرت الإمارات تعمل ثورة غريبة بترتيب شعبية الرياضات؟ وليش أنا بحكي عن الموضوع؟ خلونا نبدأ بالسؤال الأسهل اللي هو ليش أنا بحكي عن الموضوع؟ باختصار عشان نتعلم منه ونفهم إنه الرياضات الأقل شعبية تحتاج عناية خاصة واستراتيجيات طويلة الأمد لخلق أبطال على مستوى عالمي، لأنه لا يمكن الاعتماد على خلق أبطال بالصدفة باستمرار. نرجع للسؤال الأول وهو موضوعنا الحقيقي لهذا الوثائق السريع، كيف قدرت الإمارات رغم وجود جنسيات كثيرة فيها تقلق هذه المعجزة الرياضية؟ السر الأول كثير بسيط. أنا كطفل لما بدي ألعب لعبة جزء من اهتمامي بأي رياضة بشكل منضبط ومحترم إني أشعر بالاهتمام والأهمية. وفي الإمارات هناك اهتمام هائل من اتحاد الجوجيتسو بالفئات العمرية، تأمين رهيب لأفضل المدربين في العالم، بتم استقدام معظمهم من البرازيل اللي تعد مهد اللعبة وهي صاحبة أكبر عدد من أبطال العالم عبر التاريخ. هذا جزء من الاهتمام، بس في اهتمام سحري آخر ألا وهو استراتيجية إعلامية وطنية لترويج اللعبة. تخيل إنك تفتح قناة بلادك الرياضية الرسمية وتشوف ابنك اللي عمره 12 سنة بث مباشر على القناة الأكبر في البلد، أكيد حتقول له يابا كمل أنا شفتك على التلفزيون، وأكيد هو حيتشجع وينضبط ويستمر ويركز بالتدريب لأنه بده يفوز لما يكون على التلفزيون. وهذا اللي بيحصل فعلا، الاهتمام الإعلامي ببطولة الفئات العمرية ما بقل أبدا عن فئات الكبار. يعني ببساطة أنت عشان تطلع على التلفزيون في قناة رياضية إماراتية بتطلع عمرك 12 سنة لو أنت لاعب جوجيتسو، في حين لو أنت لاعب كرة قدم ممكن تضطر تستنى لعند ما يصير عمرك 23 سنة لعند ما يشوفوك الناس لأول مرة في بث مباشر. هذا السر الإعلامي كانت نتيجته توسيع قاعدة المشاركين اللي هي خطوة أساسية في نجاح أي صناعة رياضية. بس هذا مش كل شيء، دائماً بنسمع ناس بتقول يا عالم المدارس هي الحل في تطوير الرياضة، بس كثير قليل من دولنا العربية اللي بتحاول تستخدم المدارس فعلاً لصناعة الرياضة. في الإمارات كانت عندهم فكرة مختلفة، في عام 2008 أطلقوا شيء اسمه برنامج الجوجيتسو المدرسي. هذا البرنامج بدأ ب 14 مدرسة بتوفير مدربين جيدين ووضع التدريب بالجوجيتسو كأنه حصة مدرسية. يعني الجوجيتسو منهاج مدرسي حرفيا مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية، وتوسعت عدد المدارس ليكون 46 عام 2012 ويقارب عددها الآن 130 مدرسة. أي طالب فيها راح يتدرب جوجيتسو هناك. أما عدد الطلب اللي بيتم تدريبهم يقارب حالياً 80,000 طالب، تدريب منتظم إلزامي، رقم كبير كتير لما نتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه هذا يعني أنه نسبة ممارسي الجوجيتسو فيها من الطلاب يقارب 7%، لأنه هذا الرقم يعني أنه نسبة ممارسي الجوجيتسو فيها من الطلاب فقط يقارب 7% من مواطني الدولة اللي بيحملوا الجنسية الإماراتية، وهذا رقم مرعب جدا لما تشيل الناس الكبار بالعمر. من هذا العديد الكبير بتم اختيار المميزين ارسالهم لأندية اكثر تركيز على الجوجيتسو لصناعة ابطال،
وللعلم رقم الممارسين الكامل للعبة الجيجيتسو في الإمارات شامل الطلاب أيضا ممكن يزيد عن 150 ألف حاليا. بالتالي مش غريب تشوف في عام 2010 الإمارات بتحتفل بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم وخمسة في 2009. ولما تسأل أي بطل عالمي إماراتي صاعد هالأيام في الإمارات كيف بلشت؟ حيقول لك بدأت في المدرسة. باختصار إحنا أمام استراتيجية رياضية شاملة مدعومة باستراتيجية إعلامية، والأهم من كل هذا الاستمرارية والانضباط في الاستراتيجية، في إصرار على تطبيقها بكل حذافيرها، فكانت الإنجازات طبيعية. تأكد بالفعل باعتراف كل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن أبوظبي هي عاصمة الجيتسو في العالم، لأنها تنظم أقوى البطولات في العالم من خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترف الجيتسو وبطولة أبوظبي جراند سلام، ومن خلال تقديم أعلى وأهم وأفضل جوائز في العالم للأبطال والفائزين في البطولات، ومن خلال استقطابها لأفضل المدربين في العالم وبرامجها لتطوير رياضة الجيتسو في الدولة. طيب ومن أجل المصداقية خلونا نروح نسمع صوت غربي عالمي موثوق يوضح رؤية العالم لصعود هالرياضة في الإمارات، شو بيقول عن القصة؟ صحيفة الجارديان عام 2015 نشرت تقرير مطول جدا عن سر تحول الجوجيتسو لرياضة وطنية في الإمارات، وقالت باتت أبوظبي عاصمة للهجرة إليها من قبل كل المدربين المميزين حول العالم. وفي نفس التقرير جاء الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن أن تجد فيها إعلانات على أكبر اللوحات في الطرق السريعة لبطولات الجوجيتسو، وهي البلد الوحيد أيضا الذي يتم فيها نقل كافة البطولات بمختلف الفئات العمرية على القنوات التلفزيونية الوطنية. طيب ممكن واحد يسأل شو اللي خلى الإمارات تختار هاي الرياضة؟ كان بالإمكان تختار كرة سلة كرة يد وتركز فيها وتحط فيها ثقلها الكامل. هل المسألة فقط إنه هناك سيولة وميزانيات مالية فيمكن الإنفاق فيها؟ في الحقيقة لا، والمسألة قبل الرياضة كانت صحية نفسية، قرار وطني هدفه الصحة والحالة النفسية للشباب الإماراتي. المدارس زي ما بنعرف ومنتفق جميعا هي اللي بتربي الناس على القيم والأخلاق، وهاي الرياضة لما تصير تنافسية ومع مدربين مميزين وباستمرارية وجدية يتم خلق جيل عالي الانضباط صحي ومرتفع اللياقة البدنية. وهناك عديد الدراسات العالمية اللي بتأكد إنه الرياضة المدرسية المستمرة والبدنية منها بشكل خاص تساهم بشكل كبير في خفض نسب أمراض السكر والكوليسترول في الدولة. ولذلك كان الشعار في عام 2012 لاتحاد الإمارات للجوجيتسو المساهمة ببناء جيل قوي، واختيار هاي الرياضة ما كان صدفة. ذكروا أنه أنا قلت إنها شطرنج، فهناك صارت دراسات كثيرة في الإمارات لاختيار الرياضة الأفضل للاستثمار فيها لتمكين الشباب المواطنين. فكانت الخلاصة إلى أنه بجانب الاستثمار الكبير في التعليم ورفع جودته لأعلى درجة، لابد من رياضة تكون موازية لرفع الحالة الصحية والذهنية للشباب الإماراتي. وتم اختيار الجوجيتسو بعد عدة دراسات أجرتها الإمارات على إنها الرياضة اللي حتقدر تحقق هذا الهدف. خلوني أرجع شوي معكم لأسرار نجاح الإمارات بهاي المسألة. فاللي ساهم كثير في النجاح الكبير للجوجيتسو في الإمارات وجود أبطال سطع نجمهم فازوا ببطولات عالمية. طبعا بنعرف لما يفوز واحد من بلدنا بلقب كثير شباب صغار حيروحوا يحبوا يقلدوه ويصيروا زيه. الجيل الصغير شاف أبطال من وطنه عم بتتوج وعم بنبثوا على القنوات ويتم تكريمهم، ما دفعهم لتقليدهم والدخول بالمجال أقوى. للعلم أيضا برنامج الجوجيتسو المدرسي في الإمارات حصل على المركز الأول عالميا وفق الاتحاد الدولي، وهذا بيعكس جودة التدريب والتخطيط عندهم. وفي شيء مهم لازم أذكره وأختم فيه، أنا شخصيا موجود في الإمارات من عام 2010 لفت انتباهي جدا في استراتيجية الجوجيتسو هون التدرج، ما بيستعجلوا أي شيء في التنفيذ، مشروع طويل الأمد، مشروع حياة موازية خلينا نسميه للمسيرة التعليمية. المشروع يحتاج مراحل، بدأ بفكرة عدد قليل من المدارس، زيادة عدد المدارس تدريجيا، استقدام مزيد من المدربين، خطوة ورا خطوة، ممنوع الاستعجال. وهذا أحد أهم أسرار نجاح تجربتهم اللي بشاركها هون مع كافة الأصدقاء العرب لأنه ممكن تكون مفيدة
لدولة عربية أخرى في تطبيق استراتيجية ناجحة بغض النظر عن الرياضة اللي يتم اختيارها. خلونا نختم ونقول إنه صناعة الأبطال تحتاج لتطبيق قاعدة الهرم، يعني قاعدة واسعة جدا من الممارسين المنضبطين ثم فلترتهم وأخذهم لأفضل برامج التدريب حتى تخلق جيل قوي قادر ينهي الموضوع بتتويج وميداليات ذهبية. نوصل هون لنهاية هذا الفيديو، بدعوكم كالعادة للاشتراك في قناة سيلفي سبورت، والسلام عليكم ورحمة الله.